بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الرابعة بعد المئة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: مما لا شك فيه أن الجميع ينشد انشراح الصدر ويسعى لتحقيقه باعتباره من أهم أسباب السعادة في الحياة، لكن من الناس من يتحقق له انشراح الصدر في الحقيقة، وما صفة هذا الصنف من الناس وما هي أسباب السعادة في الحياة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن انشراح الصدر وهو ساعه نعمة من الله عز وجل، ولا سيما للداعية إلى الله. ولهذا لما أرسل الله موسى عليه السلام أول ما دعا قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وانشراح الصدر له أسباب، أعظمها هداية الله جل وعلا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثانيا، انشراح الصدر بذكر الله عز وجل. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أما أسباب السعادة، الله جل وعلا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالعمل الصالح سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، السعادة بطاعة الله عز وجل، تقوى الله. لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. نعم، أحسن الله إليكم. فقرته الثانية يقول الشيخ صالح حفظكم الله: ما معنى الإخلاص؟ وإذا أراد العبد عبادته شيئا آخر فما الحكم؟ الإخلاص معناه السلامة من الشرك، أن يكون عمل الإنسان ونيته وقصده خالصين لوجه الله عز وجل، ليس فيهما شرك، ليس فيهما رياء ولا سمعة، ليس فيهما قصد لغير الله عز وجل، لا يطلب بذلك دنيا أو ثناء من الناس، فيكون العمل خالصا لوجه الله، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ الذي رمز لاسمه بألف ألف، عند دفن الميت عندنا يمكن أغلب من شهد الجنازة بالمشاركة بالدفن، مما يؤدي إلى التأخر في إتمام دفن الميت، وأيضا إلى خروج بعض من شهد الجنازة قبل إتمام الدفن، فهل تمكين الحضور من الدفن أولى، أو الإسراع بالدفن ولو لم يشارك أكثر الحضور أولى؟ المشاركة في دفن الميت فيها أجر إذا أمكن ذلك، أما إذا ترتب عليه ضرر على المشيعين أو ضرر في تأخير الدفن فإن هذا لا يجوز. نعم. يقول: إذا أجبرني أبي أو غيره أن أخبره بما قال فيه فلان من الناس، فهل إخباري له يعد من النميمة؟ نعم، لا يجوز لك أن تخبره، وكونه يطلب منك ذلك هذا معصية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يسعك قول: لا أدري، لا أدري، ما سمعت. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ الأخ أبو عبد الله: هل أستمر على صيغة واحدة في دعاء الاستفتاح أم أنوع في كل صلاة أو في كل فرض؟ تنوع حسب ما ورد من على الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستفتاحات، فتنوع على حسب الوارد، ولا تأتي بشيء من عندك أو مبتكر من عندك أو من عند غيرك. نعم. يقول السائل هذا فضيلة الشيخ: بالنسبة للتشكي إلى الناس من مرض ألم بالإنسان في جسده
جسده. هذا المرض الذي يصيب الإنسان أو هذا التشكي للناس هل هو جائز؟ لا يجوز هذا، يكره ويحرم لأنه من الجزع، المخلوق ليس بيده شيء، فتصبر على هذا ولا تتشكى إلا إذا كان هذا الشخص طبيبا معالجا فتخبره بما يؤلمك من أجل أن يعالجه وينظر فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، الكثير من النساء تقول الأخت يستعملن البرقع والنقاب الواسع عند أدائهن للعمرة أو الحج، وبعض النقاب يظهر الحواجب، فما حكم هذه الألبسة؟ المحرمة لا تلبس البرقع ولا النقاب، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنها مخيطة على قدر الوجه. ما نهيت المرأة عن لبس المخيط إلا بنوعين، نوع الأول البرقع والنقاب، والثاني القفازان على الكفين، وما عدا ذلك تلبس ما يسترها من المخيطات التي ليس فيها زينة، فلا تلبس البرقع والنقاب وهي محرمة، وإنما تغطي وجهها بالشيلة أو الغطوة التي على رأسها بالخمار الذي على رأسها، لقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الإحرام فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه، تستره بالخمار. نعم. أحسن الله إليكم هذا الأخ السائل يقول الشيخ بالنسبة للنصوص الشرعية بشأن تناول العسل عسل النحل، ولكنني أجد صعوبة في تناوله في الصباح فهو حار على معدتي، هل بتكرار تناوله يزول الألم من بطني ومعدتي يكذبان؟ إذا كان فيه ضرر فلا تتناوله، وإنما هو شفاء لا يؤخذ للضرر وإنما يؤخذ للشفاء والعلاج، إذا كنت تتضرر به فلا تأخذه، وتراجع الطبيب في هذا، الطب اليوم الحمد لله تطور والطبيب يرشدك إلى ما يناسبك. نعم. بعض المساجد وخارج المسجد عند بوابته جهاز ينادي بالذكر الوارد لدخول المسجد، هل في وضعه في بوابات المساجد محذور، وهل يجزي عن الإنسان عند النسيان؟ هذا من التكلف، هذا من التكلف ومما يثبط عن الدعاء عند الدخول، وهو عمل محدث فلا يجوز مثل هذا. المطلوب من المسلم يستحب له إذا أراد الدخول إلى المسجد أن يقدم رجله اليمنى وأن يقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول هذا الدعاء ما عدا وافتح لي أبواب رحمتك، يقول بدلها افتح لي أبواب فضلك. نعم. يسأل عن هذه التفاسير فضيلة الشيخ مختصر ابن كثير، تفسير البغوي وتفسير الطبري، يقول هل أقرأ أنا طالب علم مبتدئ أقرأ بها؟ تفسير الطبري موثوق وهو أم التفاسير وقدوة التفاسير، وما جاء بعده فهو عيال عليه كما قال. تفسير ابن كثير كذلك يلي تفسير الطبري الجودة وهو أخصر منه. تفسير البغوي أيضا تفسير موثوق وهو من أئمة أهل السنة رحمه الله وعلى منهج السلف، فتفسيره موثوق وهو مختصر أيضا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بالنسبة لأورادي هم بسن المراهقة وقد أتعبوني أنا ووالدتهم، وخصوصا عند قيام الفجر، أذهب وأتركهم بفراشهم ثم يقومون الصباح الساعة 7 ويصلون ثم يذهبون إلى مدارسهم. هذا تفريط وهذا إهمال منك، لا تذهب إلى المسجد إلا وهم معك، فإذا اعتادوا الجد منك فإنهم ينحزمون ويقومون عندما توقظهم، أما إذا اعتادوا منك الكسل والتساهل فإنهم يتمادون في النوم والكسل ويخرجون الصلاة عن وقتها وأنت المسؤول عنهم، والواجب على الأمة أيضا أن تساعدك في إيقاظهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول في وقتنا الحاضر بالنسبة للذين يعبرون الرؤى، ما حكم الاتصال بهم وأخذ هذه التعابير منهم، وما حكم تعبير وتفسير الأحلام؟ هذا باب اتسع، واتخذ الآن متاجرة ومزايدات
ما كل من هؤلاء يحسن تعبير الرؤيا، وما كل الرؤى تعبر وتفسر، لها ضوابط، لابد من التزام الضوابط. والإنسان إذا رأى ما يكره يتركه ولا يتحدث به ولا يفسره، ويستعيذ بالله منه ولا يضر بإذن الله. وإذا رأى ما يحب فإنه يطلب من يفسره من أصدقائه وأقاربه الذين عندهم خبرة بتعبير الرؤى. نعم. هذه الأخت السائلة تقول: الشيخ، بالنسبة للزغرفة وهي صوت تطلقه المرأة عند الفرح، ما حكم هذا إذا كان أيضا بحضرة رجال؟ لا يجوز هذا. الزغرفة ليست من أعمال المسلمين، إنما هي مستوردة أو من عادات الجهال من المسلمين. وصوت المرأة لا يجوز لها أن ترفعه وتسمعه الرجال إلا عند الحاجة، يعني تسأل أو تشتري سلعة من البائع، فتخاطب الرجل تسمعه صوتها بقدر الحاجة. وأما الزغرطة فلا أصل لها، ليست من عادات المسلمين. نعم. محمد الشكاري يقول: الشيخ، إذا قرأت بعد الفاتحة آية واحدة وهي مثل ألف لام ميم ثم ركعت، وفي الثانية الركعة الثانية قرأت بعد سورة الفاتحة آية أخرى، هل هذا الفعل صحيح علما بأنني إمام بجماعة؟ يا أخي، إمام الجماعة يقرأ ويسمع الجماعة ما تيسر من القرآن، ولا يختصر القراءة، ولا يقرأ آية لا تستقل بمعنى. ألف لام ميم لا تستقل بمعنى إلا مع ذكر الذي بعدها، مع تلاوة ما بعدها. فالآية التي لا تستقل بالمعنى لا تجزي، لا بد أن تكون الآية تستقل بمعنى. وكما ذكرنا، إمام الجماعة لا يبخل عليهم بإسماعهم شيئا من القرآن لترق به قلوبهم وليستفيدوا ويتعظوا، خصوصا الفجر. الفجر السنة أن تطول فيها القراءة، لأن الله سماها قرآنا بقوله تعالى: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر. قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تحضره الملائكة، فتطال القراءة. وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالسبعين إلى المئة في صلاة الفجر، تطول القراءة في صلاة الفجر. نعم. هذا السائل يقول: إذا مات الزوج عن زوجته ولم تعلم الزوجة إلا بعد أكثر من شهرين، هل يحسب الشهر من أيام العدة، ومتى تدخل في العدة؟ أيام العدة تبدأ من خروج روح الميت، خروج روح الزوج من وفاته، تحققت وفاته بدأت العدة ولو لم تعلم. لو فرضنا أنها ما علمت إلا بعد 5 أشهر أو بعد 4 أشهر وعشرة أيام، خرجت من العدة، ليس بدايتها من العلم، إنما بدايتها من الوفاة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: هذا، أنا شاب في العشرينات وفي نيتي الزواج لأنني أطلب العفاف، وقرأت مقالا عن الزواج المبكر بأنه ليس مناسبا بالنسبة للشاب أو الشابة لأنهم لم يكونوا أنفسهم وغير ناضجين ولم يتعلموا من الحياة، ما صحة ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأن الشباب مظنة الشهوة ويخشى عليهم من الفتنة. فهذا الذي يقول لا يتزوج الشاب مبكرا هذا خلاف السنة، ويقول قولا من رأسه لا أصل له، أو يقلد فيه من يحاربون الزواج الآن ويقللون من شأنه. نعم. يقول السائل: الشيخ، كنت شابا طائشا فترة شبابي، فتركت الصلاة لمدة 6 أشهر، ومن الله علي بالهداية والاستقامة والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، هل أقضي الصلوات التي تركتها في بداية عمري، وهل تقضى الصلوات؟ الصحيح الراجح أن الصلاة المتروكة عمدا، متروكة عمدا لا تقضى، وإنما يتوب الإنسان ويحافظ على الصلاة في مستقبل حياته. إنما التي تقضى هي الفائتة بسبب نسيان أو بسبب نوم، هذه التي تقضى. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يذكر العمد المتعمد تركها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه الأخت السائلة تقول: مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف، هل فيها محظور؟ إذا كانت للحاجة والمفاهمة لا بأس بذلك، أما إذا كانت لأجل ما يسمونه بالمداعبة أو المضاحكة أو المغازلة فإنها لا تجوز، لأنها ليست زوجة إلى الآن، هي أجنبية. الله جل وعلا قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. نعم. أحسن الله إليكم.
هذا السائل يقول: عقد رجل على امرأة فطلقها حالا قبل أن يدخل بها، فهل يحل لابنه أن يتزوج منها؟ لا، إذا عقد الأب على امرأة فلا يجوز لأبنائه وأبناء أبنائه وإن نزلوا لا يجوز لهم أن يتزوجوا منها، لأنها زوجة أبيهم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، نكح يعني ما عقدوا عليها ولو لم يدخلوا بها. نعم. يقول السائل: يا شيخ، أحيانا وأنا أقود سيارتي بسرعة أتعرض لبعض القطط أو الكلاب أو غيرها من الحيوانات، فلا أستطيع السيطرة على سيارتي فأقوم بدهسها على الرغم مني، فهل علي إثم في ذلك؟ ليس عليك إثم إذا لم تتعمد ولم يمكنك إلا بدهسها تخشى على نفسك من الحادث، فلا بأس بذلك، لأن هذا من دفع المؤذي وأنت لم تفعله اختيارا. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لإجابة الدعوة، فإذا دعيت أو دعيت العائلة لوليمة يكون الوجوب في حق كل أفراد العائلة، وإذا تخلف شخص من أفراد العائلة هل يدخل هذا في النهي؟ إذا كانت الوليمة وليمة زواج فإنه يجب على المدعو أن يحضر، إلا يجب على المدعو أن يحضر بشرطين: الشرط الأول أن يعينه الداعي باسمه لا دعوة عامة، والشرط الثاني أن لا يكون فيها منكر لا يقدر على إزالته. إن كان فيها منكر لا يقدر على إزالته، والغالب اليوم مع الأسف أن هذه التجمعات فيها منكرات وفيها شرور، منها تبرج النساء وما فيها من المفاتن، ومنها الأغاني والمزامير، ومنها التصوير. الآن ظهر التصوير في حفلات الزواج من السفهاء ومن الجهال، هذه معاصي، إذا كنت لا تقدر على إزالتها فلا تحضرها، لا أنت ولا أهلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، ما حكم تسوية الصفوف والتراص فيها وإلصاق المنكب بالمنكب وإلصاق القدم بالقدم؟ فإننا نرى كثير من الناس خاصة طلاب العلم لا يفعلون ذلك ويتسامحون فيه. هذه واجبات من واجبات الصلاة والصفوف، أن تعدل الصفوف لا يكون فيها ميل، يتحاذون المناكب والأكعب، أن لا يكون فيها فرج وتقطعات تكون مرصوصة، وذلك بالتقارب بين المصلين، تقارب، لا أنهم يفحجون رجليهم كما يفعل بعض الجهال ويأخذ محل اثنين ويضايق من بجانبه، هذا ليس له أصل، هذا أذى، لكن تقارب يقرب هذا من هذا بحيث لا يبقى بينهما فرجة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: ما الضابط في إطالة القراءة في الصلاة وبخاصة صلاة الفجر؟ وهل قراءة نصف وجه أو وجه ونصف أو أكثر من ذلك يعتبر من الإطالة؟ الإطالة تنقسم إلى قسمين: إطالة المنفرد لنفسه لا بأس، طول ما شاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الإمام فلا يشق على المأمومين، وإنما يطيل إطالة لا تشق على المأمومين. نصف الوجه قليل، هذا شيء يعني يسير، يطيل أكثر من نصف الوجه. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفجر من 70 إلى 100 آية، يدخل فيها بغلس يعني بظلام، ولا يخرج منها إلا حين يعرف الرجل جليسه. فقهاء قالوا يقرأ بالمغرب من قصار المفصل، وفي الفجر من طوال المفصل، وفي بقية الصلوات من المتوسطات من المفصل من أوساطه. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة والليل إذا يغشى، الشمس وضحاها، وأمثالها من السور. نعم. السائل زيد يقول: فضيلة الشيخ، رجل فاتته صلاة العصر وأراد رجل آخر أن يتصدق عليه ويصلي معه، لكنه رفض وقال إن هذا الوقت وقت نهي، لا تصلي معي، نرجو توضيح هذا الفعل. هل هو جهل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط هذا الشرط، قال: من يتصدق على هذا ويصلي معه، وهذا يعم كل من فاتته الصلاة، لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة دون صلاة. يستحب لمن أدى الصلاة وحضر من فاتته ليس معه أحد أن يصلي معه، تكون له نافلة، وهي إحياء للسنة أيضا في أي وقت كان. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في برنامج نور على الدرب، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.